السيسي يشدد على عدم وجود أي مقترحات لتوطين الفلسطينيين في سيناء. أعمال وفعاليات الجولة الرابعة من مفاوضات جنيف الخاصة بالأزمة السورية تتواصل وسط ترقب لما ستسفر عنه. ترامب يقول إنه يريد تعزيز ترسانة بلاده النووية بما يضمن أن تكون الأكثر تفوقا. الأخبار من أونلايف. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه مع قيادات المجلس الأعلى للقوات المسلحة والمجلس الأعلى للشرطة بضرورة القضاء على الإرهاب في شمال سيناء وتصدي لأي محاولات تستهدف المدنيين والنيل من وحدة النسيج الوطنية. وشدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على عدم وجود أي مقترحات لتوطين الإخوة الفلسطينيين في سيناء، مؤكدا على أنه أمر لم يسبق مناقشته أو طرحه على أي مستوى، وأنه من غير المتصور الخوض في مثل هذه الأطروحات. وفي شوارع التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، قاد رئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم الجمعة درجته مع مجموعة من طلاب أكاديمية الشرطة عقب انتهاء الطابور العسكري بالأكاديمية. كان طلاب أكاديمية الشرطة قد قدموا فجر اليوم الجمعة خلال طابورهم العسكري عرضا للمهارات والفنون القتالية، وأظهروا قدرة فائقة على استيعاب أحدث الطرق لمواجهة التحديات الأمنية المختلفة. تشهد الخارجية غدا نشاطا مكثفا للوزير سامح شكري، حيث يلتقي نظيره البريطاني بوريس جونسون والأنغولي جورجو تشيكوتي وكذلك وزير خارجية الكونغو برازافيل جان كلود جاكوزو. في مدينة أسوان قال جراح القلب العالمي دكتور مجدي يعقوب إن الهدف من الماراثون الخيري الدولي الذي جرى تنظيمه صباح اليوم الجمعة هو التوعية بخطورة أمراض القلب وتنشيط السياحة في مصر خاصة في أسوان. الشعب لازم يعرف إن الرياضة والجري والفيزيكال اكسرسايز دي حاجة مهمة جدا 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 للقلب وللجسم كله، علشان يبقى فيه صحة ويتمتعوا بالحياة. والحاجة التانية إن أسوان جميلة زي ما أنت شايف، عشان يتمتعوا بالحياة وبعدين يساعدوا الناس التانيين اللي مش قادرين واللي عندهم أمراض قلب. وللمزيد من المتابعة ينضم إلي عبر على الهواء مباشرة من أسوان مراسل أونلايف إبراهيم عزت. إبراهيم أهلا بك، لو تطلعنا على أهم فعاليات ماراثون أسوان الذي ينظمه مركز مجدي يعقوب للقلب، حجم المشاركة وأهم المشاركين أيضا في هذا الماراثون الدولي. تحياتي رغدة، أهلا بك من هنا من مدينة الجمال بمحافظة أسوان التي تستضيف هذا الماراثون لأول مرة في صعيد مصر. يقام هذا الماراثون الكبير الذي يضم 1000 شاب وشابة من بين الجنسيات العربية والجنسيات الأوروبية. دعيني أقول لك، بحلول 6 صباحا انطلق الماراثون، وكان في الصفوف الأمامية الدكتور الجراح المصري العالمي الدكتور مجدي يعقوب يتوسط الشباب في هذا الماراثون، دعوة منه للتوعية لأمراض القلب الذي يعاني منها بعض
بعض المصريين وكذلك ترويجا للسياحة، كما قال لي في اللقاء الخاص الذي أجريته معه لأون لايف، وأكد لي أنه أراد ترويجا للسياحة من هنا من صعيد مصر. الماراثون الذي بدأ نحن الآن في انتظار الختام، والذي سيكون في تمام الثانية بعد ظهر اليوم، على أن يتم توزيع 18 جائزة من الفائزين على بالمراكز الثالثة للذكور والإناث. وأيضا بحكم أن هناك معايير دولية لهذا الماراثون، سيكون هناك هدايا تذكارية لجميع من شارك في هذا الماراثون. الماراثون كان مقسم إلى ثلاث مراحل رئيسية، ضم الأطفال والشباب، وأيضا كان هناك عدد من الكبار، أيضا ضم جنسيات مختلفة. التقيت مع عدد من المتسابقين من الولايات المتحدة الأمريكية وعدد من الجنسيات أيضا الغربية. وعلمت منذ قليل أن حفل الختام الذي سيكون في تمام الثانية كما أشرت بعد ظهر اليوم، سيشهده اللواء أركان حرب محمد حجازي، وهو محافظ أسوان، وأيضا سيكون معه الجراح المصري العالمي الدكتور مجدي يعقوب. وعلمت أيضا أمير الدنمارك الذي متواجد وتواجد الأيام الماضية كي يشهد ظاهرة تعامد الشمس على تمثال رمسيس الثاني في معبده في أبي سمبل، واستكمل رحلته اليوم وسيشهد حفل الختام هنا في محافظة أسوان. نعم إبراهيم، هكذا مناسبات، يعني أسوان كانت مركز للعديد من الأحداث والمناسبات في الفترة الماضية، ليس فقط ربما يعني تعامد الشمس في قدس الأقداس في معبد أبو سمبل، أيضا كان هناك زيارات للشخصيات الدولية إيرينا بوكوفا وغيرها، كان هناك أيضا رئيس هيئة تنشيط السياحة في إطار مهرجان السينما الدولي لسينما المرأة. مثل هكذا مناسبات كيف تؤثر على الشارع الأسواني وأهل مدينة أسوان؟ بالطبع هذا يؤثر على الإشغال الكامل لجميع فنادق المحافظة هنا محافظة أسوان. يعني منذ أن أتيت قبل نحو أسبوع كي أتابع وأرصد لحضراتكم على الهواء مباشرة في هذه الرسائل الحية من تعامد الشمس، وأيضا تابعت مهرجان السينما بالأمس المقام هنا لأول مرة للإمرأة في دورته الأولى هنا في أسوان، إشغال كبير جدا وعدد السادة السائحين ربما في تزايد. وكان هناك لقاء مع السيد الدكتور يحيى راشد وزير السياحة، والذي أكد لي أن هناك خطة لوزارة السياحة مع انتعاش السياحة في هذه الفترة القادمة إن شاء الله. نعم شكرا لك إبراهيم عزت، موفد أون لايف إلى محافظة أسوان. والآن مع إطلالة على شوارع مدينة أسوان.
العاصمة الأمريكية واشنطن، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات مالية على 2 من قادة جبهة النصرة الإرهابية ذراع تنظيم القاعدة في سوريا، والتي حولت اسمها مؤخرا إلى جبهة فتح الشام. وقال جون سميث مدير مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأمريكية إن العقوبات تتضمن تجميد الأصول البنكية في الولايات المتحدة 2 من قيادات الجبهة وإدراجهما على لائحة عقوبات الأمم المتحدة كمتهمين بدعم الإرهاب. في سياق متصل، تتواصل اليوم الجمعة في مدينة جنيف أعمال وفعاليات الجولة الرابعة من مفاوضات جنيف الخاصة بالأزمة السورية، وسط ترقب لما ستسفر عنه تلك المفاوضات من نتائج. نتائج مجهولة تعجز أمامها التوقعات في جولة مفاوضات جنيف الرابعة. وافقت المعارضة السورية على المشاركة في الجولة، لكن مبعوث الأمم المتحدة ستيفان دي ميستورا لا يحدوه الأمل في تحقيق معجزة خلال الجولة الحالية على الرغم من موافقة المعارضة على المشاركة. دي ميستورا وصف ما يعنيه الشعب السوري بالكابوس، ووجه دعوة إلى وفدي النظام والمعارضة، طلب فيها بضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن بوصفه مرجعا لمفاوضات الجولة الرابعة. من أهم النقاط التي يجب الالتزام بها العمل على تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2254، فهو الأساس في الجولة الجديدة من المفاوضات. يشير قرار مجلس الأمن إلى ضرورة دخول ممثلي الحكومة والمعارضة في مفاوضات حقيقية والعبور منها إلى انتقال سياسي يقوده السوريون، يتضمن تحديدا زمنيا للحكم والانتخابات والدستور. ووسط ترقب لما ستسفر عنه لقاءات الوفود المشاركة في محادثات جنيف، تبقى العقبة الأبرز في مطالبة المعارضة بهيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات مع اشتراط رحيل الرئيس بشار الأسد، في حين يتمسك النظام بأن مصير الرئيس غير قابل للنقاش. ومن وجهة نظر المعارضة، ثمة عقبات أخرى تحول دون الوصول إلى أي اتفاق سياسي. لابد أن يكون جهد إقليمي وجهد دولي يقوم بوضع حد لتدخلات إيران في المنطقة. ورغم كل العقبات التي تواجه الأزمة السورية والتي تقابلها تطلعات وأمال الشعب السوري، ينتظر الجميع ما ستسفر عنه الأيام القادمة من جديد الأحداث. مفاوضات جنيف حول الأزمة السورية بدأت في عام 2012، وكان لها العديد من المحطات التي نرصدها في العرض التالي. العاصمة الأمريكية واشنطن، وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جهود إدارته الهادفة لطرد المهاجرين غير الشرعيين بالعملية العسكرية. كان وزير الأمن الداخلي الأمريكي نفى استخدام بلاده قوة الجيش ضد المدنيين المهاجرين بعد الموافقة على توقيف الأشخاص الذين لا يحملون أوراقا قانونية فيما عدا الأطفال. في مدينة مكسيكو، أعرب رئيس المكسيك بيانا نياتو خلال لقائه وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون عن قلق بلاده تجاه سياسات الإدارة الأمريكية الجديدة بشأن الأمن والتجارة والهجرة. كانت المكسيك قد عبرت عن غضبها تجاه تصريحات الرئيس الأمريكي ترامب حول إمكانية إجراء ما أطلق عليها عملية عسكرية لترحيل من تعتبرهم واشنطن مجرمين. مزيد من الأخبار بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد. في العاصمة الأمريكية واشنطن، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يريد تعزيز ترسانة بلاده النووية بما يضمن أن تكون الأكثر تفوقا. وقال ترامب إن قدرات الولايات المتحدة للأسلحة الذرية تراجعت، مشيرا إلى أن بلاده لن تتأخر عن أي دولة في مجال القوة النووية حتى لو كانت دولة صديقة.
ولمزيد من التحليل لهذا الخبر ينضم إلي دكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات المصرية الأمريكية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. دكتور أهلا بك معنا في أون لايف. منذ متى ولم تكن الولايات المتحدة الأمريكية هي القوة الأكثر قوة في مجال القوة النووية، وما الرسالة التي يهدف ترامب إيصالها ولمن؟ يعني بداية معروف أن الولايات المتحدة الأمريكية هي القوة النووية الأولى في العالم، وهي الأكثر تفوقا على العكس. يعني هي قوتها وعدد الرؤوس النووية التي تمتلكها أمريكا وتزيد عن 5200 رأس نووية، تفوق القوى النووية الأخرى مثل روسيا والصين وبريطانيا وفرنسا من الدول النادي النووي. وبالتالي كان هناك أيضا في السنوات الأخيرة والعصر الأخير كان هناك سباق من التسلح بين أمريكا والاتحاد السوفيتي السابق، ثم روسيا بعد سقوط الاتحاد السوفيتي، وتم التوصل البلدين بالفعل إلى اتفاق ستارت 1 وستارت 2 الذي بموجبه تم تخفيض الترسانة النووية الأمريكية والروسية بمعدل ما يقارب ما بين 1500 و2000 رأس نووية. لكن الآن ترامب هو بيرى في إطار رؤيته حتى للقوة العسكرية الأمريكية، سواء كانت القوة التقليدية مثل القوة البحرية، عندما أطلق منذ أسبوعين خطة شاملة لتطوير الجيش الأمريكي والقوة البحرية، والآن يركز على البعد الأهم والأخطر في القوة الأمريكية العظمى وهي السلاح النووي، ويحاول أن يصل رسالة للداخل الأمريكي في فكرة تقوية أمريكا أولا واستعادة مكانة أمريكا العالمية وقوتها في الشؤون العالمية، وهي أيضا رسالة للخارج خاصة لروسيا والدول الصين التي تمتلك أسلحة نووية أيضا والدول الأخرى التي تدعمها الصين مثل كوريا الشمالية. ولذلك هو في المؤتمر الصحفي أو في حواري مع وكالات الأنباء أشار انتقد روسيا في تطوير صواريخ كروز الحاملة للرؤوس النووية، وبيعكس أن ترامب بيمثل اتجاه المحافظين الذي يميل إلى النزعة الأمريكية والاعتماد بشكل أساسي على القوة الصلبة الأمريكية في العالم واستعادة أمريكا أولا. هو بعد أن انتقد أن الإدارات السابقة خاصة نعم دكتور، هل إيران جزء من هذه الرسالة الأمريكية؟ بالفعل هي رسالة واضحة وقوية، إيران وكوريا الشمالية تحديدا، لأن كانت هناك تصريحات إيرانية سابقة أن إيران قادرة على تطوير صواريخ باليستية، قادرة على الوصول إلى الأراضي الأمريكية أو حتى استهداف المصالح الأمريكية في الشرق الأوسط. ترامب يريد أن يرسل رسالة تحذيرية واضحة ومحددة أن أمريكا هي الأقوى وأن أمريكا قادرة على أن تستخدم كل ما لديها من أسلحة نووية في التعامل مع خصوم أمريكا مثل إيران أو كوريا الشمالية أو حتى الدول المنافسة التقليدية مثل روسيا أو الصين، فهو بيأكد. لكن في المقابل أيضا هذا بيثير أيضا بعض الإشكاليات، يعني فكرة التوجه نحو إلى سباق التسلح مرة أخرى، الإنفاق على الأسلحة الترسانة النووية، وبيعني أن جزء كبير من الميزانية الأمريكية وأن الموارد الأمريكية سوف يتجه إلى الاتجاه العسكري وليس الاتجاه الاقتصادي الذي وعد به ترامب في إصلاح أحوال الاقتصادية الأمريكية. مفهوم. شكرا لك يا دكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات المصرية الأمريكية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. نجحت قوات عراقية في الوصول إلى مدرج مطار الموصل بدعم جوي من طائرات حربية بعد أن شقت طريقها عبر مناطق جنوب الموصل. وقالت تقارير صحفية إن قوة الرد السريع والشرطة الاتحادية العراقية اقتحمت المكان بمساندة جوية عبر المحور الجنوبي الشرقي لمجمع المطار انطلاقا من قرية واقعة إلى الشمال من البوسيف. قال العميد سعد معن المتحدث باسم قيادة عمليات بغداد إن قوات الأمن العراقية تمكنت من قتل 4 إرهابيين في عمليات دهم وتفتيش شمال وشرقي العاصمة بغداد. وقال العميد معن إن 3 من الإرهابيين 4 قتلوا عند محاصرتهم في أحد الأوكار بمنطقة الطرمية شمالي العاصمة بغداد. في سياق متصل قال الجنرال جوزيف دانفورد رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية إن البنتاغون سيكشف الاثنين المقبل عن مسودة لخطة تقودها بلاده لهزيمة تنظيم داعش الإرهابي. وقال الجنرال دانفورد إن الخطة ستتجاوز حدود العراق وسوريا لتشمل الخطر الذي يمثله الإرهابيون حول العالم في إذكاء الصراعات.
قالت تقارير صحفية إن أقمار صناعية أمريكية كشفت عن مبنى أقامته بكين في سلسلة جزر صناعية أنشأتها مؤخرا في بحر الصين الجنوبي بهدف إيواء صواريخ أرض جو. وقالت إن عمليات البناء تمت نهاية العام الماضي، وهو ما يؤكد عدم ارتباط الأمر بالتطورات السياسية في واشنطن وينم عن نوايا بكين لعسكرة تلك المنطقة المتنازع عليها. في العاصمة الفرنسية باريس، قالت مرشحة اليمين في الانتخابات الرئاسية الفرنسية ماري لوبان خلال مشاركتها في مؤتمر دولي بحضور ممثلي 42 دولة إن الوقت حان للانتهاء من الاتحاد الأوروبي الذي يقزم فرنسا ويفصلها عن العالم. ووصفت لوبان الاتحاد الأوروبي بالوحش البيروقراطي الشمولي الذي يقضي على الأمم الأوروبية، وتعهدت في حالة انتخابها بإصلاح في المعاهدات الأوروبية والتزامها بحماية المصالح الوطنية. حديقة حيوان مدينة الموصل العراقية قد تكون أول ما يعاد إعماره بعد تحرير المدينة من تنظيم داعش الإرهابي بفضل جهود متطوعين من جمعية فوربوز الخيرية لرعاية الحيوان. أسد ودب فقط يحتاجان إلى رعاية بيطرية عاجلة ومواد غذائية، هما ما تبقى من حديقة الحيوان بالموصل التي طالما تمتع أطفال المدينة بمشاهدة حيوانات في أوقات السلم. الخيول والقردة والطيور وكثير من الحيوانات قتلت خلال التفجيرات، بينما نفقت حيوانات أخرى بسبب المرض والجوع، وهربت باقي حيوانات حديقة الموصل عندما تسببت الضربات الجوية في فتح الأقفاص، حيث لم تنجو الحديقة من الدمار الذي لحق بباقي المدينة بعد أشهر من القتال بين القوات العراقية ومسلحي تنظيم داعش. قبل ما تصير المعارك كانت الحديقة عامرة بالحيوانات وجميع أنواع الحيوانات، من الصقور إلى الطيور إلى الأحصنة إلى الدببة والأسود. بس المعركة تعرف معركة البشر راح بيها، فالحيوانات أكو منهم راحوا بالضرب، وأكو منهم بالجوع، وأكو منهم بالمرض، لأن تأخرنا عليهم 20-25 يوم. احنا كنا جاهدين يعني نجازف بروحنا الخاطر اطعام هذول الحيوانات. انقاذ الحيوانين الوحيدين المتبقيين في حديقة الحيوان بالموصل مهمة شاقة على فريق المتطوعين من جمعية فوربوز الخيرية لرعاية الحيوان. احنا نطلب من حدائق حيوانات العالم اللي يريد يقدر او يستطيع يتبرع لنا بحيوان، نسجل اسم المتبرع او الدولة المتبرعة حتى نعيد الحياة مرة ثانية إلى الحديقة. حيوانات الموصل الأكثر شراسة في الحديقة لم تستطع تحمل دمار المدينة، وهذا ما حل بهم، لكن بالطبع ما حل بالسكان قاطن المدينة كان أشد وطأة. ومشاهدينا، نذكركم بما جاء في هذه النشرة من أخبار. السيسي يشدد على عدم وجود أي مقترحات لتوطين الفلسطينيين في سيناء. أعمال وفعاليات الجولة الرابعة من مفاوضات جنيف الخاصة بالأزمة السورية تتواصل وسط ترقب لما ستسفر عنه. ترامب يقول إنه يريد تعزيز ترسانة بلاده النووية بما يضمن أن تكون الأكثر تفوقا. على رأس الساعة تتجدد الأخبار.